السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميمين. ازيكم تاني على عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل الوحدة الاولى زي ما خدناها قبل كده. امبارح خدنا الدرسين 3 و4. لا مش امبارح خدنا، احنا خدنا القاعدة بتاعتهم امبارح تمام. فالنهاردة بقى هناخد الدرسين 5 و6، وزي ما قلت لكم امبارح ان هما عبارة عن reading و listening، خلاص قراية واستماع. فهنقرا بس وهنحل مع بعض كمان التست او الجنرال اكسرسايزز. فتعالوا بقى نبدا ونقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. نقرب الكاميرا تمام. تعالوا بقى نشوف الكلمات. جميله. كرسي بمسند اسمه arm chair. arm chair. arm chair يعني كرسي بمسند اللي هو بسند على ايدي عليه. هوريه لكم، بصوا اهو ده تمام، اللي هو ليه دراع من هنا ومن هنا، غير مثلا الكراسي الخشب ملهاش الناحيتين دول فبقول عليه تشير عادي، لكن اللي ليه مسند ده من هنا ومن هنا فبقول عليه ارم تشير تمام. حوض باسن، حوض باسن. سجاده كاربت، كاربت، كاربت تمام. ستائر كارتنز، كارتنز. طيب خزانه ذات ادراج يعني حاجه كده ليها ادراج تمام، فاسمها ايه؟ chest of drawers، chest of drawers تمام. طيب لمبه اسمها lamp، lamp، lamp او lamp، lamp بس انت حرف ال p lamp. طيب المرآه اللي هي المرايه mirror، mirror. طيب عندي دولاب بقى الملابس، خلي بالكوا هناخد نوعين من الدولاب. دولاب بحط فيه اي حاجه، دولاب مثلا بحط فيه كتب فاسمه كابورد، لكن دولاب الملابس اسمه واردروب، واردروب تمام. طيب رف الكتب اسمه بوك شيلف، بوك شيلف. طبعا الاس معلش هتديك شيء، انتوا عارفين الكلام ده. وسائد او مخدات اسمها ايه؟ كاشنز، كاشنز. برضو الاس مع اتش هتديك ش، والاي او ان برضو هتديك شن تمام. كوشنز خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف كلمات الدرس الخامس والسادس. الدرس الخامس بيقول لك كلمة يتوافق او ينسجم مع او يلائم، يعني بالبلدي كده ماشي معاه. لما اقول لك اللون ده ماشي مع ده اسمه ايه؟ ماتش، ماتش. هي هي كلمة يوصل تمام. لما اقول لك وصل A B ماتش، هي هي برضو معناها كده. فاحنا قلنا الكلمة في الانجليش هتلاقوا ليها كذا معنى بس على حسب ما هي مكانها في الجملة بيجي معاها ايه. عندي بقى الارضية او طابق، يعني انا عايشة في الدور الاول او الثاني او الثالث فبقول floor، floor تمام. دولاب زي ما قلت لكم بحط فيه اي حاجة اسمه cupboard، cup وبعدين بورد، يبقى كابورد، كابورد تمام. طيب ادراج دروورز، دروورز. ادراج اي حاجه، ادراج شوفنيره، ادراج ترابيزه، اي حاجه. طيب ضوء الشمس سان لايت، سان لايت. يخص او ينتمي بيلونج، بيلونج. عندي بعد كده كلمات الدرس السادس، كلمه محميات طبيعيه ناتشر ريسيرفز، ناتشر ريسيرفز تمام. صديق مراسلة بين فريند، بين فريند، بين فريند. طيب جنسية ناشوناليتي، ناشوناليتي. برضو الشي هتديك تي اي او ان فهتديك شن، ناشوناليتي. لغة لانجوج، لانجوج. طيب مدينة كامبريدج اللي هي في انجلترا اسمها كامبريدج، كامبريدج. مدينة اوكسفورد نفس الكلام اسمها اوكسفورد، اوكسفورد. والاثنين موجودين في الانجلند. عندي كلمة دولة ألمانيا اسمها ايه؟ جيرماني، جيرماني تمام. طيب تحت هنا بقى بيقول لي remember، نفتكر بقى حروف الجر الخاصة بالمكان اسمها prepositions of place اللي هي حروف الجر الخاصة بالمكان زي ايه؟ زي في، in، على، on، بجوار او بجانب، next to، خلف، behind تمام. تعالوا نشوف الصفحة التانية. عندي هنا برضو مكمل لي حروف الجر، كلمة مواجهة أو أمام اسمها in front of أو opposite
تمام. لو انت مش عارف كلمة يعني بالبلدي كده في وش الحاجة دي، في وش الحاجة دي يعني ايه؟ in front of، او ما لقيتش in front of هلاقي opposite. طيب تحت under، بالقرب من near. عندي بعد كده تصرفات الافعال، بس خلي بالك irregular الغير منتظمة. عندي طبعا في المضارع والماضي والتصريف التالت. عندي sleep هتبقى slept slept، write wrote written، send sent sent. خلاص نقرب لكم الكاميرا عشان تبقوا شايفينهم. طبعا احفظوا الجزء ده لان هو بيبقى مهم. كمان الكلمة وعكسها، الكلمة وعكسها مهمة جدا عشان بتجيلك في التشوز الاختيارات. عندي open open يفتح، عكسها طبعا يغلق close close. طيب قريب او مجاور nearby، العكس بتاعها يبقى far from. طيب عندي الطابق السفلي والطابق العلوي، down stairs و up stairs. يعني انت بس بتحفظ down و up، down stairs up stairs، start finish يبدأ ينهي. خلاص طيب تعال نشوف هنا. طبعا عندي definitions تعريفات، وانتوا سألتوني على التعريفات حفظوا ولا لا، قلت لكم لا بس تعرفوا الكلمة معناها ايه. عندي كلمة lamp اللي هو اللمبة، بيقولك something that gives light، الحاجة اللي بتدينا ضوء يبقى هي طبعا lamp. طيب basin اللي هو الحوض، قالك you can wash your face in this، ممكن تغسل وشك فيه. طب ايه تاني؟ a bowl for washing usually with tapes in a bathroom bedroom etc. بيقولك عبارة عن حوض للغسيل، ممكن تغسل فيه، بنستخدم فيه اللي هي التيبس الحنفيات، ممكن تلاقيه في الباث روم الحمام، وكمان البدروم وغرفة النوم او اي مكان تاني، يبقى هو البسن الحوض. عندي بعد كده كارتنز الستائر، بيقول لي they are next to your windows and you close them at night، بيقول لي بتبقى موجودة جنب الشبابيك وبتقفلها في الليل. تمام يبقى هي الايه الستائر. بعد كده wardrobe اللي هو دولاب الملابس، it's a big cupboard، دولاب كبير، where you can put your clothes اللي بتحط فيه الملابس بتاعتك، يبقى wardrobe. chest of drawers اللي هو خزانة وليها ادراج، بيقول it has drawers where you can put your clothes، بيقول لي ان هو عبارة عن ادراج بتحط فيها الملابس بتاعتك. او a piece of furniture with drawers، قطعة من الأساس اللي هو يعني أي حاجة في البيت أساس خشبي يعني، لها إدراج، زي مثلا box with handles on them to put things in، بيقول لك. وممكن تلاقي boxes with handles، كمان ممكن تلاقي صندوق ليه إيدين كده، إيد من ناحية دي وإيد من ناحية دي، فيه تمام، بيقول لك to put things in عشان تحط فيها أشياءك. تمام طيب الصفحة الثانية برضو هنكمل التعريفات. بيقول لك mirror، ايه هي الميرور يا ميس؟ بيقول لك a piece of special glass in which you can see yourself and what is behind you، بيقول لك قطعة من ازاز، بس ازاز معين يعني، بيقول لك ممكن تشوف فيها نفسك او الحاجة اللي وراك، يبقى الميرور. بعد كده عند الكاربتس اللي هي السجاد يعني، بيقول لي these are on the floor، بتبقى موجودة على الأرض، يبقى الكاربتس على طول. armchair اللي هو الكرسي بمسند أو الكرسي بدراع، a large comfortable chair with parts to put your arms on، بيقول لي كرسي كبير مريح ولي أجزاء، لي جزء من هنا ومن هنا يعني تحط عليهم الأرمس اللي هم زراعك. تمام طيب بعد كده تعالوا بقى نشوف reading والlistening. الريدنج يا اولاد، اول حاجه هنبدا بالليسننج. عندي صورتين كده وكل واحد بيوصف الغرفه بتاعته، فتعالوا نشوف ليه البوي هيوصف الغرفه بتاعته ازاي. بيقول ايه، هحاول بس اظبط لكم كل الكلام مع الصوره. بيقول my bedroom is small، الولد بيقول لنا غرفه النوم بتاعته صغيره. but it's really attractive، لكن بالنسبه له هو جذابه. I have a lamp، بيقول عنده لمبة أو ممكن تلاقوها أباجورة يعني، ينفع أقول عليها لمبة أو أباجورة. on a bookshelf، عنده لمبة على رف الكتب، next to my bed، بجوار السرير، so I can read at night، عشان كده ممكن أقرأ في الليل. I have a wardrobe with a mirror on the front،
and my desk is under the window. بيوصف بقى الغرفة بتاعته، بيقول لك ان هو عنده دولاب الملابس، في كمان مراية في الوش يعني في الجهة المقابلة ليها، وبيقول لك and my desk والديسك بتاعه تحت الايه الويندو. Do you like my curtains؟ بيقول لك هل انت حبيت الستائر بتاعتي؟ The color matches the carpet، بيقول ان لون الستائر ماشي مع لون الايه السجادة. بيقول the best thing about my room is the sofa، بيقول احلى حاجة في الغرفة بتاعتي هي السوفا اللي هي الكنبة. I can sit there and read or watch videos on my computer، بيقول لي انا ممكن اقعد عليها واقرا او اسمع فيديوهات على الكمبيوتر بتاعي. تمام، تعال نشوف الصوره الثانيه. الصوره الثانيه عند جيرل، بنت بتوصف برضو الغرفه بتاعتها، بتقول my bed is under the window، السرير بتاعي تحت الشباك. There are cushions on it، عليها طبعا مخدات. Sometimes I sleep with curtains open because I like to look out of the window، بتقول ساعات بنام وستاير مفتوحة عشان انا بحب ابص من الايه من الشباك. I have got lots of books، بتقول عندي كتب كتيرة. And I like to sit and read in the big armchair، بتقول انا بحب بقى اقعد على الكرسي الكبير ده اللي هو كرسي بمسند وتقعد تقرا. I keep some clothes in the chest of drawers، وساعات بقى وبتقول انا بحط اللبس بتاعي في خزانة اللي لها أدراج. Our bathroom is downstairs، بتقول إن الحمام بتاعنا في الطابق السفلي. But I have a bassin، بتقول لك إن أنا عندي حوض in my room في الغرفة بتاعتها. Where I can wash my face before I go to bed، بتقول هناك يعني عند الحوض ده، في الحوض ده بتغسل وشها قبل ما تذهب إلى النوم. تمام، تعالوا نشوف الصفحة التانية. طبعا تحت اهو مترجم لي الكلمات اللي هي بالأزرق دي، مترجمها لك، هو مرقمها هنا وهتلاقيها تاني تحت مترجمة عربي. تعالوا نشوف بقى الصفحة التانية. عندي بقى الصفحة التانية زي ما انتوا شايفين، فيديو سكريبت on lesson 5 SB page 9، طبعا هتلاقوه في كتاب المدرسة صفحة 9 على الدرس الخامس. الناريتور، يعني ايه ناريتور يا مس؟ الراوي اللي بيحكي لي، بيقول ايه؟ This is a chair from ancient Egypt and it's more than 4000 years old، بيقول ان الكرسي ده من مصر القديمة. تمام، وبيقول ان دي له حوالي اكتر من 4000 سنة مضت. Like many chairs today، شبه الكراسي الموجودة دلوقتي. It's made from wood، مصنوع من فبيقول طبعا مصنوع من الخشب. in ancient Egypt، في مصر القديمة. only the richest people had wooden furniture because it was very expensive، بيقول لي في مصر القديمة بقى، بيقول لي الناس الأغنياء بس هم اللي كان عندهم الأساس الخشبي لأنه كان غالي جدا. today most people have wooden furniture and it's not usually very expensive، بيقول دلوقتي كل الناس عندها أساس خشبي وكمان ما بقاش غالي جدا. We also sit on chairs at home، كلنا بنقعد على كراسي في البيت. but ancient Egypt، لكن في مصر القديمة. only very rich people used chairs، other people sat on the floor، بيقول لي لكن في مصر القديمة كانت الناس الأغنياء بس هم اللي بيقعدوا على كراسي وباقي الناس بتقعد على الأرض. تمام، تعالوا نكمل. بيقول لي here is another chair from ancient Egypt، بيقول لي كمان هنا في كرسي تاني من مصر القديمة. طبعا انتوا هيبقى عندكم الصور في الكتاب. it's made from wood، كمان مصنوع من الخشب. but it's covered in gold، مغطى بالذهب. تمام، يعني مطلي الكرسي من الخشب بس مطلي بالذهب. can you see the lion's heads، بيقول لك هل انت شايف رؤوس الأسود؟ تمام، it belongs to the pharaoh Tutankhamun، تمام، ينتمي للملك توت عنخ آمون. you can see it in the museum of Egyptian antiquities in Cairo، بيقول لي هتلاقيه في المتحف المصري، تمام، في القاهرة. تمام، we believe that the ancient Egyptians made the very first table، بيقول لي احنا طبعا كلنا عارفين ان اول ترابيزات مصنوعة اتصنعت في مصر القديمة. this table is more than 3000 years old، بيقول لي ان الترابيزة دي قديمة حوالي 3000 سنة.
بيقول لي today's tables are usually made from wood. دلوقتي معظم الترابيزات مصنوعة من الخشب. But in ancient Egypt they were sometimes made from stone. لكن في مصر القديمة كانوا بيصنعوها من الحجارة أحيانا. تمام. They used the tables for many things. كانوا بيستخدموا الترابيزات لأشياء عديدة زي إيه؟ Such as writing, eating and playing games. للكتابة والأكل وكمان للألعاب. خلاص. The ancient Egyptians also used mirrors. كمان المصريين القدماء يستخدموا المرايات. Today mirrors are usually made from glass. دلوقتي طبعا احنا بنصنع المرايات من الإزاز. This mirror is more than 3000 years old and it's made from metal. بيقول لي ان المراية دي لها حوالي 3000 سنة وهي مصنوعة من المعدن. بيقول لي do you look at yourself in a mirror when you leave home. بيقول لك ان انت بتنظر للمراية قبل ما تغادر البيت. طبعا كلنا بنظبط نفسنا في قدام المراية قبل ما نطلع. What other furniture do you have at home? ايه كمان الاساس الموجود عندك في البيت؟ تقوله بقى chairs, armchair, chest of drawers, cupboard. كل الحاجات عندنا مصنوعة من الخشب. تعالوا نشوف الصفحة التانية. كمان هنا عندنا listening. هنا برضو بيقول on lesson 5 بس هنا في الورك بوك بيج 76 بيقول لي هنلاقيها في اللي هو كتاب التدريبات صفحة 76. بيقول لي I like my parents bedroom. بيقول أنا بحب غرفة نوم بابا وماما. ليه؟ بيقول لي when they open the curtains لما بيفتحوا الستائر there is always lots of sunlight in the room. بيقول لي لما بيفتحوا الستائر بيبقى فيه ضوء شمس كتير في الغرفة. Their bed is under the window. السرير بتاعهم تحت الشباك. In front of the bed. في وش الايه السرير. They have a big wardrobe. في وش السرير هتلاقي دولاب ملابس كبير. My mom puts her dresses in there. بيقول ماما بتحط الفساتين بتاعتها هناك اللي هو في الدولاب يعني. خلي بالكو sunlight to clothes وده هو مترجمهم تحت عشان كده عملهم بالازرق. دول مش ناقصين. طيب there is also an armchair next to the window. بيقول كمان ان في كمان كرسي بمسند بجوار الشباك. my dad sometimes read his book here. بتقول ساعات بابا بيقرا الكتاب بتاعه هناك. he puts his clothes in a big chest of drawers. هو بيحط الملابس بتاعته في خزانة ادراج كبيرة. This is behind the door. خلف الباب. They don't have a basin in their room. ما عندهمش حوض في غرفتهم. Because the bathroom is next to their room. لأن الحمام جنب غرفتهم. But they have a big mirror. لكن عندهم مراية كبيرة. My sister always likes to look at herself in it. بيقول أختي طبعا دايما بتحب تنظر ليها لنفسها فيها. تمام. بعد كده عندي بقى reading القراية. جاي قبلي السواقي دي. تمام. وبيقول لي dear Rebecca. عزيزتي ريبيكا اسم بنتي يعني. بتقول لها it's very nice to meet you. بتقول لها ده لطيف هيبقى حاجة لطيفة جدا لو قابلتك. my name is Judy. اسمي جودي. I'm from الفيوم. انا من الفيوم من ايجيبت في مصر. it's a large city with beautiful natural reserves nearby. بتقول لها انها مدينة كبيرة وجميلة. مدينة كبيرة وفيها محميات طبيعية قريبة منها جميلة. I live with my parents and my brother in a flat. بتقول أنا عايشة مع بابا وماما وأخويا في شقة. My grandparents live in a flat downstairs. وجد وجدتي عايشين في شقة في الطابق الأرضي. تمام. On Saturdays أيام السبت I usually get up early and help my grandmother with her shopping. بتقول بصحى بدري وبساعد جدتي في التسوق يعني. then I read or do my homework. وبعدين بقعد أقرأ أو بعمل الواجب. in the afternoons بعد الظهر I visit my friends or play computer games with my brother. بتقول بعد كده اللي هو بعد الظهر بزور أصدقائي أو بلعب ألعاب كمبيوتر مع أخويا with my brother مع أخويا. my favorite subjects are math أو ماس لما تي اتش جراح اس انت اهس. تمام. ما تطلعوش لسانكو. يبقى my favorite subjects are math and English. المواد المفضلة عندها الرياضة والإنجليزي.
thank you for being my best friend, بتقول لها شكرا انك بقيتي صديقة المراسلة, يعني صديقة المراسلة. I am happy to be able to practice my English, بتقول لها انا سعيدة ان انا هعمل ايه, هتمرن او هتتدرب او يعني هتقوي وتحسن الانجليش بتاعها. I hope to hear you hear from you soon, بتقول لها اتمنى اسمع منك يعني اخبار وكده قريب. خلاص, وماضي اسمها تحت جودي. تمام, خلي بالكم من كلمة thank you for. for اذا ما قلت thank you for يبقى تجيب وراء الفعل في ing عشان جبتها للأولاد في الدرس وكتير غلط فيها, مفيش غير 2-3 هم اللي جابوها, فخلي بالكم من الحتة دي. تعالوا بقى نقلب ونشوف الصفحة التانية. عندي هنا برضو ايميل reading برضو. تمام, فبيقول هاي تامر, ازيك يا تامر, thank you for your email, شكرا لك على الايميل بتاعك. I would love to visit the nature reserve near Fayum, قال له انا احب ان انا ازور المحميات الطبيعيه اللي هي بالقرب من الفيوم. There are no nature reserve where I live in Cambridge, بيقول له ما فيش محميه طبيعيه خالص في كامبريدج اللي هو المدينه اللي عايش فيها. But there are some nice parks nearby, لكن فيها بعض الحدائق الايه الجميله. I would love to help you with your English, هساعدك في الانجليش بتاعك. Please write to me again soon, قال له اتمنى ان انت تكتب لي قريبا, وماضي تحت yours صديقك اوليفر. تمام, هنا بقى تحت برضو ايميلات كله بيرد على بعضيه, فبتقول لها هاي ليلى, مرحبا يا ليلى, بتقول لها thank you for your mail, بتقول لها شكرا على الايميل. There is some information about me, هتقول لها بقى بعض المعلومات عنها. قالت لها I live with my parents and my two sisters in Oxford, قالت لها انا عايشة مع بابا وماما واثنين اخواتي البنات في اوكسفورد, برضو انها مدينة في انجلترا. We live in a house but we don't have a garden, بتقول احنا عايشين في بيت بس ما لهوش حديقة خاصة. Does your home have a garden, قالت لها هل منزلك فيه حديقة. بعد كده قالت لها without a garden I often go to the park at the weekends, بتقول لها من غير طبعا الحديقة, فمن غير الحديقة الخاصة اللي في البيت هي بتروح تطلع في حديقة تاني برا في الأجازات عطلة نهاية الأسبوع. I love taking photos, بتقول لها بحب التقط الصور of the birds there, للطيور. Do you have many birds where you live, بتقول لها هل عندك طيور كتيرة في المكان اللي انت عايشة فيه. بعد كده قالت لها I enjoy my school and I have many friends there, بتقول لها انا بستمتع في المدرسة بتاعتي وعندي اصدقاء كتير هناك. That school is a short walk from my house, بتقول لها ان المنزل بتاعي short walk, يعني ايه short walk, يعني بتتمشى عشان هي المدرسة بتاعتها جنب البيت فبتعمل short walk, يعني بتتمشى مسافة قصيرة. Is your school nearby, قالت لها المدينة المدرسة بتاعتك قريبة. Or it's far from your home, او بعيد عن البيت, فهي طبعا هترد عليها, فقالت لها I hope you can write to me again soon and please answer my questions, هي طبعا سألتها كذا سؤال, فبتقول لها اتمنى ان تكتب لي قريب وتردي على الاسئلة بتاعتك. Best wishes ماريانا او مارينا, مش عارفة. تمام, ومضت اسمها من تحت. تعالوا بقى الناحية التانية, برضو هي ايميلات فكلهم بيردوا على بعض. خلاص, تعالوا هنا نشوف مع بعض. هنا بيقول لها هاي أليكس, ازيك يا أليس, thank you for being my best friend, قال لها شكرا انك بقيتي صديقة المراسلة. I'm from England, انا من انجلترا. I get up at about half past seven, قال لها انا بستيقظ الساعة 7:30. And then my mom makes a breakfast for the family, وماما بتعمل الفطار للعيلة. I walk to school with my brother, بيقولها أنا بتمشى المدرسة مع أخويا. Our school finishes at 3:00, والمدرسة بتاعتنا بتخلص الساعة 3:00. After school, بعد المدرسة, we sometimes do sports or play music, بعد المدرسة إما بيلعب رياضة أو بيستمع الموسيقى. I don't watch TV when I get home, بيقول ما بسمعش تلفزيون لما بوصل البيت. I always do my homework first, في الأول بيعمل الواجب بتاعه. Can you tell me about your typical day routine in Germany, فبيقول لها ممكن تقولي لي بقى اليوم بتاعك أو الروتين اليوم بتاعك النموذجي بيمشي إزاي. تمام, هنا بقى تحت بيقول له Hi Dan, thanks for your email,
خلي بالكم من thanks for your meal, thanks for being my best friend, تمام, عشان بيقولكم في الconversation محادثة. بيقولوا in Germany, رد بقى عليه فبيقولوا في ألمانيا school starts very early in the morning, بيقولوا المدارس بتبدأ بدري جدا في الصباح. So I don't have breakfast before school, عشان كده مش بيلحق يتناول الفطار قبل المدرسة. There is a breakfast break, عندهم في المدرسة اللي هي فسحة كده عشان يأكلوا فيها يتناولوا فيها الفطار. After the first lesson, بعد الحصة الأولى, تمام. How many lessons does your school have every day, بيقول له كم بقى عدد الدروس اللي انت بتاخدها او الحصص يعني اللي انت بتاخدها في المدرسة كل يوم. خلاص, عندي بعد كده هنا حد برضو بيوصف الغرفة النوم بتاعته, تمام. فبيقول ايه, I love my bedroom, انا بحب غرفة النوم بتاعتي. I have a big white wardrobe in the corner, بيقول انا عندي خزانة ملابس في in the corner يعني في الركن, تمام. next to it, جنبها, there is a mirror, في مراية. I look at myself in it, ببص فيها على نفسي. then in the morning, في الصباح. I also have a small bookshelf where I put my books, بيقول كمان انا عندي bookshelf اللي هو رف كتب صغير في اللي هو بيحط فيه الكتب. next to this, بيقول جنبي بقى, there is a big window, في شباك كبير. I have blue curtains on it, بيقول طبعا عليه ستائر زرقاء يعني على الشباك. I close them at night, بيقفلهم في الليل. I also have a red lamp next to my bed, بيقول عنده كمان لمبة حمراء جنب السرير. I use it to read before I go to bed, بيستخدمها لما يجي يقرأ قبل ما ينام. تعالوا نشوف الصفحة اللي وراها. هنا بقى مكمل لي برضو بيوصف لي غرفة النوم بتاعته. بيقول also my bedroom, كمان في غرفة النوم بتاعتي, there is a gray armchair, عنده كرسي مسند لونه رمادي. I sit and read my book, بيقعد عليه وبيقرا الكتب الكتاب بتاعه. there sometimes, بيقول لك احيانا يعني. دي بقى الجملة يا اولاد. There is also a chest of drawers, كمان عنده خزانة بأدراج. I put my t-shirts, socks and other clothes in it, بيحط فيها التيشيرتات بتاعته والشرابات وكمان الملابس فيها. Finally, there is a big carpet on the floor, بيقول في الآخر بقى عنده سجادة كبيرة على الأرض. تمام, أخيرا خلصنا reading and listening. أرخم درس فعلا درسين 5 و6 دول بيبقوا كبار جدا, بس انا صراحة في الحصة بخلي الاولاد هما اللي يقروا, كل واحد فيهم ياخد حاجة ويقراها, هما بيحبوا القراية جدا فبسيبهم بقى هما ايه يقروها. تمام, تعالوا بقى نشوف الجنرال نوتس على الليسنينج والريدينج. بيقولك ايه الفرق ما بين واردروب وكبرد. احنا قلنا واردروب ده خاص بالملابس, اما الكبرد دولاب خاص بتخزين اي حاجة, اي حاجة تحطها فيه اسمه كبرد, لكن الدولاب اللي تحط فيه الملابس اسمه واردروب. طيب كلمة ماتش ليها كذا حاجة, لو جت فعل هيبقى معناها يتماشى او يلائم او يوصل يعني, اما لو جت اسم هتبقى معناها مباراة اللي هي زي الماتش كده, ما تقول فوتبول ماتش, مباراة كرة قدم. عندي بقى اون, بصوا احنا كان عندنا مدرس في الثانوي الله يمسيه بالخير, كان دايما يقول لنا ايه عشان نحفظ اون, عشان كلنا كنا بنتلخبط فيها. فكان يقول لنا اون بتيجي مع كل وسائل الفساد, اون تلفزيون, اون ذا راديو, اون كمبيوتر, تمام, في التلفزيون, في الراديو, في الكمبيوتر. فهو كان يعني بيسهل علينا بكده. كمان انتوا برضو هتبقى سهل عليكم لو قلتها لكم كده, تلفزيون, راديو, كمبيوتر, كله ياخد اون, تمام, زي اي واتش فيديوز اون ماي كمبيوتر, بيشاهد فيديوهات على الكمبيوتر. كلمة open بتيجي فعل وبتيجي صفة مفتوح أو يفتح. furniture, كلمة furniture يا أولاد هي جامعة بس بنعملها معاملة المفرد, تمام, زي لما أقولك furniture يبقى is, يا مستر أنت بتقول furniture أساس كتير, هي بتتعامل معاملة المفرد, تمام, لأنها حاجة لا تعد. كلمة thank وراها مفعول وبعدين for لازم يجي وراها الفعل في ing, زي ما قلتلك thank you for being او thank you for واجيب اسم, تمام, ما كانش ing يبقى اسم على طول.
ريسيرف يعني يحجز مكان أو تذكرة، أو ممكن تيجي بمعنى اسم محمية. تمام، بين فريند وكي بول، بين فريند صديق مراسلة، أما كي بول يعني صديق الإنترنت. تمام، طيب عندي بعد كده الـ important prepositions and expressions. بيقول لي hear from، بيسمع من، breakfast break يعني فترة استراحة على وجبة الفطار، look out of ينظر من، get dressed خدناها زمان واحنا صغيرين يعني يرتدي ملابسه، tell كذا about يعني يخبر شخص عن، a short walk from يعني تمشية قصيرة من كذا لكذا زي ما قال من البيت للمدرسة، on the front في المقدمة. تمام، اما لو جاب لك بعد front of يبقى قبلها in front of، لكن لما ما يجيبش وراها of يبقى on the front. وخلي بالك يعني اسمها كده in front of. تمام، ملاحظين الفرق؟ هنا عندي the، فلو في the يبقى خد on، ما عنديش وهنا في of يبقى in، عشان ما تتلخبطوش. تعالوا بقى نحل مع بعض الاكسرسايزز دي على الكلمات بتاع الدرسين 5 و6. أول حاجة بيقول لي please turn on the note I wanted to read the story in bed. بيقول لو سمحت ولع لي الايه، افتح الايه، أنا عايز أقرأ القصة في السرير. فطبعا ايه اللي هيفتحها عشان تنور؟ هتبقى طبعا lamp. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ دي اسمها lamp، lamp ووقف لحد الام، أما دي اسمها lamp، lamp دي خروف صغير. تمام، أو لحم الخروف، أما دي لمبة. تمام، او مصباح، اباجور، اي حاجه، اي حاجه. طيب mom told her son to wash his face in the، بيقول ماما الام طلبت من ابنها ان هو يغسل وشه فين؟ طبعا هتبقى البسين، الحوض. بعد كده بيقول لي are used on windows to keep out the light، بيقول لي بنحطها على الشبابيك عشان تحمينا من اللايت اللي هو الضوء، هتبقى ايه؟ طبعا الكارتنز، الستائر. We keep our clothes in a، بنحط الملابس بتاعتنا فين؟ طبعا wardrobe. خلاص تعالوا نقلب الصفحة مع بعض. أول حاجة بيقولي we use not to cover the floor، بنستخدم ايه عشان نغطي الأرض؟ طبعا الكاربتس اللي هي السجاجيد. 6 you can but some of your clothes in this chest of، طبعا حافظين الكلمات فهتبقى chest of drawers. In my bedroom، في غرفة النوم بتاعتي، there is a gray note، I sit and read my book there، بيقعد ويقرأ الكتاب بتاعه. يبقى فين؟ ايها armchair، ليه ينفع ان انا اقعد عليه. طيب الفيوم is a large city with beautiful nature reserves، ايه بقى؟ محمية طبيعية قريبة منها، يبقى nearby. تمام، طيب بعد كده بيقول لي when they open the curtains، لما بيفتحوا الستائر، there is always lots of light in the room، لما بفتح الستائر فهيبقى ايه؟ sunlight، ضوء الشمس. What's your not؟ قال له I am Egyptian، يبقى what's your nationality؟ جنسيتك. There is a colorful carpet on there، في عندي كاربت سجادة، هتبقى موجودة فين؟ على طبعا الفلور، الأرض. تمام، كلمة فلور يتيجي الأرض أو الطابق. تمام، أنا أقول I am in أو I live in the first floor، أنا عايش في الدور الأول، ولو قلت برضو السجادة موجودة فين؟ على الفلور يعني الأرض. We always talk online but we have never met، بيقول احنا دايما بنتكلم على النت بس عمرنا ما تقابلنا. تمام، he is my، يبقى هو كده ايه؟ طبعا been friend، صديق المراسلة. بعد كده بيقول ايه؟ there is a breakfast note after the first lesson، بيبقى في استراحة الايه؟ الفطار طبعا بعد الدرس الاول، يبقى break. My school is a short from my house، طبعا قلنا short walk يعني بيتمشى تمشية قصيرة من البيت للمدرسة للبيت. I get up early wash my face and get not for school، بيقول بصحى بدري اغسل وشي وارتدي ايه؟ ملابسي، يبقى get dressed. خلاص، خلاص كده سنة تانية. بصوا كده عندي هنا بقى الصفحة دي للسكيلز كورنر، ان شاء الله الحاجات اللي فيها من تحت دي هنحلها الفيديو الجاي ان شاء الله. بكرة هنحل بقى اللي هو الامتحان اللي على 5 و6 والتست 1 وتست 2 على الوحدة كلها.
تمام، عشان الفيديو هيبقى طويل جدا لو قعدنا نحلهم كلهم. فهخلي الامتحانات دي مع بعضها بكرة بإذن الله هنحلها إن شاء الله. فانتظروا بقى فيديو بكرة لأي حد عايز يحل، وكمان هتبقى مراجعة سريعة على الوحدة الأولى. أشوفكم بقى سنة تانية في فيديو جديد إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.